هم أحفاد ولدوا وفي فمهم ملعقة من ذهب، إلا أن هذه الملعقة سحبت سريعا بعد ثورة 25 يناير 2011 حينما قامت الثورة المصرية ليطول العائلة كلها من أول وحتى آخر العنقود، وتزامنا مع استقبال العائلة المباركية لأجدد حفيد لها اللي هو محمد جمال مبارك، نستعرض لكم أهم معلومات لا يعرفها الكثيرون من الناس عن أحفاد مبارك قبل وبعد الثورة كالآتي: قامت الثورة قبل إتمام فريدة عامها الأول في 23 من مارس 2010، غطت التهاني أغلفت كل الصحف القومية وبعض الصحف المستقلة، تهنئة للرئيس محمد حسني مبارك باستقبال أول حفيدة بنت له اللي هي فريدة جمال مبارك، إلا أنه في العام التالي لميلادها مباشرة لم تكتب الصحف ولو كلمة واحدة عن هذه الطفلة المسكينة التي قامت الثورة قبل مرور عام على مولدها لتذوق المر بعد هذا التاريخ. دي فريدة وجمال مبارك ووالدتها خديجة الجمال. دي فريدة حفيدة حسني مبارك بنت زي القمر، ربنا يحفظها. وهنا صورة مبارك مع ابنه وحفيدته خلال إجازة الصيف. ومن ناحية أخرى أيضا، قد فقد جمال مبارك حقيبته في الصالة المغطاة باستاد القاهرة يوم الخميس 26 أبريل 2018 أثناء متابعته بطولة أفريقيا للجمباز ومشاهدة نجلته فريدة في العروض الفنية للبطولة. ودي فريدة أثناء البطولة حفيدة محمد حسني مبارك. وهنا أثناء وجوده جمال مبارك في استاد القاهرة. وكشف أحد العاملين بالصالة المغطاة أن نجل الرئيس الأسبق أجرى اتصالا بعد مغادرة الاستاد بصحبة زوجته خديجة الجمال بهيئة الاستاد من أجل البحث عن الحقيبة التي نساها وداخلها بعض الأوراق المهمة وجواز السفر. لو في السلطة كانت الدنيا اتقلبت. إنذار بالفصل لعمر علاء مبارك بسبب غيابه المستمر والظروف العائلية الصعبة التي كان عمر علاء مبارك يمر بها بسبب محاكمات جده وخاله ووالده ومعاناة والدته هايدي راسخ مع جدته بعد هذه الظروف، أثر كل ذلك على مستوى حفيد عائلة مبارك الأكبر على مستواه الدراسي، وتسبب الأمر في تلقيه إنذارا بالفصل في حال ما لم يلتزم بالجدول الدراسي. ما عمر علاء مبارك جاله إنذار بالفصل حفيد الرئيس محمد حسني مبارك. أحفاد مبارك في ترى مع سوزان مبارك. تعددت الزيارات التي ذهبت فيها سيدة مصر الأولى سابقا سوزان مبارك لسجن ترى، ولم تكن تذهب إلى هذه الزيارات منفردة، فعادة ما كان يصاحبها الأحفاد وعلى رأسهم فريدة علاء ووالدتها وزوجة خالها خديجة الجمال وعمر أحيانا، لينتقل أحفاد العائلة المدللين من قصور الرئاسة للنظر لذويهم من وراء قضبان السجن. محمد علاء القشة التي قصمت ظهر مبارك. من قبل الثورة بكثير 2009 تقريبا جاءت القصمة الحقيقية لظهر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حيث خلفت وفاة حفيده المفضل محمد علاء مبارك جرح كبير لم يستطع التعامل معه. وأكدت سوزان مبارك في حوار لها مع الصحفية سناء البيسي أن مبارك كان قويا وحازما جدا مع أبنائه، أما أحفاده فهو يضعف أمامهم ولا يرد لهم طلبا، لذا كان هذا الجرح كبيرا في قلب مبارك. وحتى بعد وفاته لم يغب اسم محمد علاء مبارك عن الذكر، حيث قال مبارك أثناء التحقيق معه أنه عن وفاة حفيده الراحل لم أعد أفكر في شيء، وحزني على حفيدي أفقدني القدرة على متابعة أشياء كثيرة في الدولة. ليضع الأحفاد فصلا جديدا
في حياة العائلة المباركية مملوء بالخوف أحيانا وبالتشكك من مستقبل الأحفاد الثلاثة المتبقين عمر وفريدة وأخيرا محمد جمال مبارك. ومن ناحية أخرى نشر عمر علاء حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولاعب ناشئي 2000 بالنادي الأهلي صور عائلية من طفولته، وتظهر الصورة التي التقطت في طفولته المبكرة مدى تعلق مبارك الحفيد وولعه بالساحرة المستديرة الكرة، إذ يرتدي وباقي الأطفال في الصورة تيشيرتات فريق برشلونة الأسباني، يظهر فيها إلى جوار شقيقه الأكبر محمد علاء الذي وافته المنية في مايو 2009 ووالده ووالدته برفقة أصدقاء الأسرة. هنا مع شقيقه محمد علاء الله يرحمه، صور جميلة، أحفاد زي القمر، بس واحد منهم توفي وهو صغير ومشاكل تانية قابلت باقي الأحفاد. دي صور جميلة ليهم من طفولتهم. وكتب عمر تعليقا مقتضبا على صورة نشرها بموقع الصور الشهير انستجرام، قال فيه بالفرانكو: كل سنة واحنا طيبين يا أخي. أنا وهو في ناشئي الأهلي، وأنا مع محمد زيدان، مع والده علاء مبارك، ومن ناحية أخرى علق علاء مبارك على الحكم الصادر الاثنين 16 أبريل 2018 برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر نجل علاء مبارك وحفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد. وقال نجل مبارك في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر يوم الاثنين: نشكر المولى عز وجل على رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع ابني من السفر. وأضاف: الموضوع ليس موضوع سفر، ولكن من المؤسف والمحزن أن يصدر قرار لهم في 2011 من المستشار عاصم الجوهري للطفلين عمر وفريدة للزج بأسمائهم وهم في سن 10 سنوات وسنة كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس الجمهورية السابق. ومن ناحية أخرى الإخلاء القسري مصطلح عرفه المصريون في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك منذ الإزالات الشهيرة في القاهرة، بداية من منطقة قلعة الكبش وبعدها الدويقة واسطبل عنتر وغيرها، ووصل الأمر إلى مواجهات مباشرة بين قوات الأمن والمواطنين بسبب عدم وجود خطة أو تنسيق مع الأهالي قبل الإخلاء. وعادة ما كانت عملية الإخلاء تجرى دون توفير سكن بديل. المفارقة الآن وبعد سنوات من رحيل مبارك عن الحكم، يشتكي نجله الأكبر علاء مما أسماه إخلاء بالقوة الجبرية لكابينة في حي المنتزه بالإسكندرية، متعللا بأن هناك نزاع قضائي لم يحسم بعد. وكتب علاء مبارك عبر حسابه على تويتر يوم الأحد 6 يناير 2019: إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظورا أمام المحاكم؟ وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة، وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة. طب ننتظر المحكمة؟ طب ألف مبروك عليكم بقى. كانت وزارة السياحة وشركة المنتزه للاستثمار السياحي قامت بتنفيذ قرار إخلاء 206 كابينة
بحدائق المنتزه تنفيذا لقرار رانيا المشاط وزيره السياحه باخلائهم لعدم سدادهم قيمه سعر متر الارض الذي حددته الوزاره. وده البوست اللي حمله علاء مبارك على تويتر بيشكي من الاخلاء القسري لكابين له في المنتزه. لو اعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.